ثم راسي أرضي الذي بركته مقدسة مع دانيل. أنا هو الرب الذي رأى المزلة علي بصديد الغضب، قادني وصيرني في الظلمة لا في النور، والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى من قاضي. سيج علي حتى لا أخرج وثقل أغلالي دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يصر بصلاتي. سيج طرقي وألوى سبلي المسلوكة، صار لي كدب كامل وأسد في موضع مختفي. طردني وصارعني وتركني هالكا، أوتر قوسه وأقامني هدفا لألقي في سهامه. أدخل في كليتي نبال بعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جرعني الحنظل وأسكرني أفسنتينا، أتما بالحصى أسناني وأطعم للرماد، فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات. باد مقنومي ورجائي من الرب، أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي في وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أرجو مراحم الرب، لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفاته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا لأن رأفاتك لا تفرط، هي جديدة في كل صباح، عظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب، فلذلك أرجو. صالح هو الرب للذين ترجونه، طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير من منذ صباه، يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء، يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيره، إلا أن الرب لا يخصيه عنه إلى الأبد، فإنه ولو وضعه يترافع عليه
ينزل من قلبه بل تواضع لبني البشر ليزل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض. أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي، وإذا نكس الإنسان في خصومته عندما يحكم عليه فما يقول الرب؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطياته؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب، ولنرفع قلوبنا مع الأيدي لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا، قد التحقت بالغضب وطردتنا وقاتلتنا ولم تشفق، التحقت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، إذا لأطبع لكي لا أرى فأفرح، تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداؤنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا، فحل بنا خوف وصاخطون. عيناي تسيل بأنهار مياه على سحب بنت شعبي، عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع، ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء. عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة، قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب، وقردوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكة فاضت المياه فوق رأسي، وقلت إنه تركني عانه. صرخت إليك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي، لا تمل أذنك عن طلبتي، اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معوناتي وقلت لي لا تخاف. حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي، نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي، رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم علي، سمعت تعييرهم يا رب وكل مشوراتهم ومؤامراتهم علي اليوم كله، وتحريك شفاه القائمين علي، وصرت تلاوتهم النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر يا رب إلى عيونهم واعطيهم مجازاة بحسب أيديهم، وكافئهم بالتعب على قساوة قلوبهم.
اطردهم بغضبك وافنيهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث القدوس الى هنا الى ابد الابدين كلها.